أن تحفهم النوارس وتحرسهم والملائكة وترعاهم عيون الله. وإن شاء الله نفرح بعودتكم لأن أنتم جزء من العراق، وإن شاء الله الله يجمعنا وإياكم دائما على الرحب والسعادة. نبارك لشعبنا بالموصل انتصارات قواتنا البطلة بتحرير مدينتهم من الدواعش، وقرب انتهاء العمليات، ونشد على أيديهم بأن يكون صفا واحد بإعادة بناء مدينتهم وتوحيد كلمتهم. ما يهمنا لا طائفية تغيرنا ولا مثل إقليم ولا أي شيء، نبقى للأبد عراق واحد وصامد. فدعانا من الله سبحانه وتعالى أنه يرجعهم إلى أراضيهم ولا منازلهم إن شاء الله سالمين غانمين.